عندي معي لواحد من اثنين ثلاثة. أنا مو تكفى أقول اسمي صالح. صالح عادي يروح بالموية. واحد ما نخلي يتروش، أنا توني متروش عشان كذا فهمت. واحد اثنين ثلاثة. أنتي بس يرحم أمك، وخري إزعاج، أنتش بأمها. طبعا مغمض عيوني عشان ابغى اشوف شكله، وبعدين انتوا بتشوفونه الحين. ما ابغى اشوف هذا، ابغى اشوف الكومنتات. تبغى اكمل ولا لا؟ انت وين الحين، بدبي ولا الرياض؟ انا في ابو ظبي يا ابن. وين وش اللي حريقه؟ اصبر انا لحد الحين ما شفته. خلينا اكمل الحين، ازود ولا لا؟ كمل كمل. اوكي وين الفتحه؟ اي هذه هي جيب وجه الحين. مين جاء؟ تبغى تصبغ شعرك ازقر؟ والله ريحته حلوه. قولوا لي من اي زاويه ما صبغت عشان اصبغ بسرعه. خليني اغطي الشاشه. اوكي قولوا لي اي شيء يسمونه هذا عشان اكمل. من وين ما صبغت؟ يمين يسار. والله شكله بيطلع فانتستك، لحد الحين ما شفته. بالنص، وش اللي بالنص؟ اوكي يلا. اتوقع كذا اصبغت امه كله. انت خوفتيني، ايش بامك؟ ايش بين؟ ها؟ انت شفت شعري الحين. بيا طالعني كذا. شو رايك بشاهي؟ انا لحد الحين ما شفته. اوكي خل كم نصبه. طيب خل نخلص امه. انا ما ابغى اشوف الشاشه، دخل بعيني يخرب بيت اهله. احس كثرت. زين اشوف الحين ولا لسه؟ وقسم بالله ترى ما شفت لحد الحين. اشوف ولا لسه؟ هتقولوا شكلي يضحك، يرحم لي امكم. اشوف من ورا من ورا. اوكي اشوف ولا لسه؟ لا تشوف. يلا يلا يلا، واحد اثنين ثلاثة. شف امي تحولت. اوكي والله صرت حلو. والله بصير استعملك اليوم. بس باقي من هنا كذا يصير بيرفكت. والله اوكي شعر. اوكي والله بصير اصبغ كل يوم قبل اسجل مقطع. والله اوكي، احلى شيء انه يروح بالمويه. بس باقي من الجنب هنا بعد. تمام. شلونكم؟ شخباركم؟ صوروا الشاشة الحين وانشروا الصورة في كل مكان، وسووا لي تاج وانا راح احطها، وسووا ايديت عليها وانا راح احطها في الانستغرام حقي. بعطيكم شيء، بقول لكم شيء ما قلتها لحد الحين. ترى سويت موقع لنا انا وياكم يا اخوان موها، لسه ما نبقي قايل اسمه عشان ما تروحوا تشوفونه. بصير احط تصاميمكم واشياءكم كلها في الموقع، والفيديوهات مرتبة وكل شيء، فخليكم جاهزين لها للموقع هذا. ياو ياو والله شكلي اوكي. تصدقون بدي اصور مقطع الحين. والله طالع شعري اوكي، والله حلو، بس طالع كني كيبوب. زين اتوقع وصلنا نهايه البث. اشوفكم ببث جديد ان شاء الله. ما ادري البثوث حقي ما ادري ايش بامها صاير تعلق، ما ادري ايش اسوي، فهمتوا؟ لسه توني جديد عليها. واشوفكم ان شاء الله ببث جديد. سلام يا ولد. لا والله ما فيها كذا، خلينا نسولف معاكم شوي. حلو. ميتا ميتا، تبغى اصبغ شعرك اصقر؟ تعال وينك؟ وينك؟ ميتا راحت. وات ذا فك؟ انت شو امك تسبيني تخوفيني كانك جني؟ تعال. شو رايك بشعري؟
طنين طنين. شوف عليك انت كل شيء فيك نوم، كل شيء فيها نوم 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 نوم. أميرة أشوفكم إن شاء الله بث جديد بكرة بينزل الفيديو الساعة 6 المغرب بين اللقاء إن شاء الله. لا تنسى تضغط زر اللايك اللي تحت، تضغط زر الاشتراك إذا مو مشترك في القناة، وبيس مو بيس يعني. أشوفكم إن شاء الله مقطع جديد. سلام يا ولد.